تتحسس أناملهم النقاط البارزة سطرا بعد آخر لتكتمل لديهم الصورة، صورة لا تراها أعينهم لكنها ترسم في عقولهم بهذه الطريقة المسمى برايل، والتي تضيء الطريق إليهم وتعيدهم إلى التعليم وسط الظلام المحيط بهم. مهند كفيف وطالب في الصف الثاني الثانوي نزح إلى مأربة قبل سنوات ولم يلتحق بالمدرسة كونه كفيفا ولا توجد مدرسة خاصة لهذه الفئة، أما اليوم فقد عاد إلى التعليم بعد انقطاعه بكل شغف وحب وإصرار. توقفت عن الدراسة لأنه لم يوجد مدارس خاصة في المكفوفين، ولا يوجد تأهيل للمدارس المبصرة للمكفوفين معهم للتعامل معهم. وبالحين إحنا هنا في المخيم الصيفي استفدنا كثير من الحاجات والفوائد. هنا في المخيم الصيفي الأول للمكفوفين والتي أقامته مؤسسة عين سبأ لعدد من المكفوفين لإعادة الأمل من خلال لمس هذه النقاط وأزرار هذا البرنامج لتعليمهم القراءة والحساب وغيرها اعتماداً على أطراف أصابعهم. والحقيقة أني وجدت من الطلاب التفاهم والفهم والحب وحب للقراءة والكتابة وحب للتعليم يعني عامة، ولكن الوقت لم يكن كافيا وكذلك الإمكانات الآن يعني غير كافية، يحتاج الكفيف إلى وسائل كثيرة والوسائل التعليمية للمكفوفين خاصة مكلفة أكثر من الوسائل الخاصة بالمبصرين. صعوبات ومعوقات تواجه المؤسسة الناشئة لمواصلة سعيها في دمج المكفوفين للمجتمع وإنارة طريقهم بنور العلم والمعرفة لعودتهم إلى التعليم ومقاعد الدراسة. قمنا هذا المخيم بجهود ذاتية من المؤسسة لما يقارب 15 أو 17 طالب من عدد الإجمالي للمكفوفين الذين هم في سن التعليم 45، ولكن لم نستطيع نحتوي الكل، وذلك بسبب صعوبات كثيرة واجهتنا منها وسيلة المواصلات ومنها تباعد الطلاب متباعدين في أماكن بعيدة، فما استطعنا أن نوجد لهم وسيلة مواصلات لكي يحضروا هذا المخيم، ومنها ضيق المكان، يعني لا يوجد المكان الوسيع الذي نقيم فيه المخيم للمكفوفين كامل. هؤلاء المكفوفون تحدوا إعاقتهم واستطاعوا أن يتفوقوا على أقرانهم بعزيمة تملأها الثقة بالنفس والطاقة الإيجابية للعودة إلى مقاعد الدراسة.